بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها بسم الله. صدق الله العظيم. دمع العين مسجد عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مقاتلين لواء الفلوجة نقوم بتنظيم الجامع، جامع بيت الله والمساجد الذي قصفها بشار المجرم ونظامه، ونطالب من الشيوخ والعلماء أن يفتوا لنا هل صلاة التراويح محرمة علينا في مساجدنا؟ مثل ما انت شايف يا أخي، تفرج دمار دمار شامل. ما خلوا مسجد، ما خلوا قرآن، ما خلوا نظام كافر، نظام فاسد، كل الصفات الوسخة. طلعوا المصاحف، طلعوا السجاد، الدمار. الله يعطيكم العافية يا شباب. نحن نطالب الشيوخ والعلماء أن يفتوا لنا هل صلاة التراويح محرمة علينا في بلدة نعيمة؟ افتونا يا شيوخ يا علماء، هل الأذان محرم علينا؟